الشراكة المغربية البلجيكية والتعاون الثنائي واللي بفعل في الدورة 19 واللي توقع الاتفاق الثنائي في 19 مايو 2016، واللي أول مرة تم إضافة الهجرة كمجال للتعاون الثنائي المغربي البلجيكي. هي خطوة جريئة من طرف الدولتين، هي خطوة شجاعة في سياق كوني مجموعة من الدول تعتبر الهجرة وكأنها ثقل على عاتقها، في حين المغرب وبلجيكا اختاروا تحدي مستقبلي اعتبار الهجرة جزء من التنمية وبالتالي تطوير الشراكة في هذا المجال. كما كتعرفوا الشراكة المغربية البلجيكية عندها 55 سنة في عمرها، واللي كانت تشمل وباقا كتشمل مجموعة من القطاعات، واللي خلقات تراكمات جد إيجابية على مستوى التعليم، على مستوى البحث العلمي والزراعي، على مستوى كذلك المياه، على مستوى تدفير المياه العادمة، وقطاعات متعددة. اليوم ضافت الهجرة، الجانب البلجيكي المغربي فكروا بأن أحسن رسالة قوية لنقدموها للعالم باش نفعلوا أو تنطلق هذا التعاون، وأنا نستدعي الكفاءات المغربية اللي نجحت بلجيكا، وهي تتمثل جزء اللي نجحوا كتاب في بلجيكا، هذا فقط جزء قليل منهم، فهما آلاف ومئات منهم من نساء ورجال اللي كيحتلوا مواقع أساسية في صناعة القرار على مستوى البحث العلمي، على مستوى التعليم، على مستوى جمعيات المجتمع المدني، على مستوى قطاعات خدماتية، على مستوى قطاعات مالية وبنكية. وبالتالي رسالة للعالم أنه الهجرة هي رافعة التنمية، ما دام النساء والرجال بشكل يومي يساهمون في تنمية بلجيكا، أي يساهمون في تنمية مجتمع الاستقبال. فإذا رسالة قوية اللي كتجي واللي كتأكد على حسن التوجه والاختيار الاستراتيجي والاستباقي اللي قام به صاحب جلالة نصره الله جلالة الملك حفظه الله، كان بين القادة الأوائل في العالم لأكد على أنه الجواب على النزوح البشري وعلى ظاهرة الهجرة يجب أن يتم أولا انطلاقا من سياسات وطنية، ثم سياسات جهوية، ثم سياسات قارية، فسياسات كونية. المغرب 2013 تبنى هذه السياسة واللي ساهمت في تسوير الوضعية القانونية لخمسين ألف مهاجر واللي استقروا في المغرب، واعتبر المغرب أنذاك بأن التسوية القانونية فقط هي غير منطلق وبداية لخلق شروط اندماج الكامل، وتم تغيير المنظومة القانونية باش هؤلاء المهاجرون عندهم الحق أنهم يستفدوا من السكن الاجتماعي كباقي المغاربة، عندهم الحق يستفدوا من التطبيب والصحة، عندهم الحق والأبنائهم يدخلوا للتعليم ويلقوا مقعد، عندهم الحق يستفدوا من التكوين المهني. فإذا تحدي وطني، تحدي جاب الإجماع، جواب إنساني على أعقد الظواهر اللي كاينة في العالم حاليا ألا هو تدبير النزوحات البشرية. المغرب كذلك بفضل الإرادة الملكية حاضر قاريا باعتبار أنه قناعة حاصلة عند الجميع أن هناك هجرة إفريقية تشكل الأغلبية، والأرقام تؤكد هذه الأرقام الدولية، هناك 32 مليون مهاجر في العالم، منها 16 مليون مهاجر هجرة إفريقية. ذلك جلالة الملك نصره الله كرائد الهجرة على المستوى الإفريقي قدم وثيقة استراتيجية خارطة الطريق خلال القمة 30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وأكدت هذه الخريطة وهذه الوثيقة التاريخية على ثلاث مرتكزات. أولا اعتبار الهجرة رافعة التنمية، إذا في انسجام تام مع ميثاق الأمم المتحدة ومع إعلان نيويورك 2016 الذي أكد على أن الهجرة رافعة التنمية. اعتبار الهجرة كذلك هي رافعة وداعمة للتعاون جنوب جنوب، ما دام أن تدبيرها يجب أن يكون جواب إفريقي إفريقي، ما دام أن أغلبها إفريقي إفريقي، واعتبار كذلك أن الهجرة يجب أن تؤدي إلى آلية تضامنية إفريقية إفريقية. طبيعة الحال بلجيكا والمغرب واعيين بأن خص يكون دور ريادي، وبالتالي الآن الجانب البلجيكي منفتح على انطلاق مجموعة من الأوراق التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني، في مجال دفع بمشاريع جد صغيرة لمجموعة من المهاجرين، في مجال تفاعل وتأطير جمعيات المجتمع المدني لأن بدونها ما كاينش تنزيل لهذه سياسة الهجرة على أرض الواقع، في مجال كذلك دعم البحث العلمي في مجال الهجرة. ما تنساوش بأن جلالة الملك في الوثيقة التاريخية وفي خارطة الطريق اقترح والآن تفعل ما يسمى بمرصد إفريقي للهجرة، لكن المقر غيكون في المغرب، هذه من أكبر الإنجازات العلمية، المرصد غيسمح بالمتابعة الاستباقية
وبإيجاد الحلول والتفكير المسبق والسباقي لظاهرة الهجرة عوض انتظار فقط أننا نكون في لحظة رد فعل. هذه المحطة هذه غنستمر فيها وغتكون محطات أخرى، مرة في بيكسل ومرة في المغرب في الرباط. والآن شاركت مجموعة من فعاليات لكن غتشارك فعاليات أخرى، واللي شارك في النسخة ما يشاركش في النسخة الثانية ما دام عندنا كفاءات كثيرة تبارك الله من نساء ورجال، لكن الهدف أنهم غيكونوا دائما نموذج ومرجعية باش العالم يفهم بأنه التعاطي مع الهجرة ماشي فقط تعاطي سياسوي محض وتكون لحظة انتخابوية محض على ظهر مجموعة من المهاجرين اللي كيعيشوا وضعية صعبة، ولكن يجب أن يكون تحدي مستقبلي باش يكون تضامن كوني لتنزيل هذا الميثاق باش الجميع يتحمل مسؤوليته من أجل هجرة دائمة منظمة منتظمة. لا جواب إلا على تضامن كوني، وبالتالي المغرب الآن وبلجيكا رائدين في التعاون الثنائي، وكنتمنوا تحولوا إلى رسالة بالغة وإلى مرجعية نموذج يقتضى به في إطار التفاعل القاري، قارة إفريقية قارة أوروبية، ما خصهاش تبقى فقط أنها مقبرة للعابرين، ما خصهاش تبقى فقط فضاء يستغل من طرف مافيا تجيل البشر، يتحول إلى تعاون ثنائي قادر على صياغة أجوبة لأعقد ظواهر المعروفة كونيا لو ظاهرة الهجرة السيرية.